يعني شاف هو صغير اصلا اول ما ابتدى يغني غنى لام كلثوم. النهارده الجيل الصغير بقى لما تقول له اول حاجه غنيتها يغني ايه؟ انا بلاش. يعني مع احترامي لكل الفئات وكل الاشكال الموسيقيه اللي ظهرت مؤخرا، بس الناس بس في اشكال كتير حلوه يعني. في حاجات حلوه، اشكال جديده وحلوه. بس النهارده طبعا يعني لما بتسالي خالد مثلا اول حاجه اتعلم عليها غنى زمان، طبعا قال لك سمعت مثلا ورده وعبد الوهاب. طبعا دلوقتي متهيألي ان الجيل الصغير ما يعرفش الاغاني دي، ودي مشكله متهيألي كبيره، صح؟ ودي حاجه من الحاجات اللي يمكن خلتني ابقى مصر ان انا اكون موجود في دار الاوبرا المصريه، لان الجمهور اللي انا الحمد لله يعني اللي بقى موجود عندي من الاغاني بتاعتي عالم تاني وسلم التعبان وبلاش الملامه، بقوا يدوروا على حفلات خالد فين. فالجيل الصغير ابتدى يخش الاوبرا عشان يحضر الفنان اللي هو بيحبه، يحضر له حفله. فلما يسمع اغاني لعبد الحليم وعبد الوهاب وورده عن طريقي، فانا كده بوصل صح الرساله الفنيه دي للجيل الجديد. فاتمنى ان الناس طبعا تعمل كده، ولكن ان شاء الله. طبعا انت الناحيه الثانيه عكس ده كله خالص، صح؟ مش شاطره في المدرسه خالص. بس يا خالد والنبي عشان انا ما بتسمعش ورده؟ لا انا بسمع ورده وبحب، وبتمضي على الشهادات بدل باباها. يا نهار اسود. الله. اه ما انا جايه، بصي جايه اسيح لك بقى النهارده. طب كنت بتعملي ايه كويس وانت صغيره؟ انا ما كنتش بعمل حاجه كويسه خالص وانا صغيره صراحه. امال ايه؟ انا كنت شقيه جدا، ما بحبش الدراسه خالص. بص العينين، بص القمر، في نار طالع، بص القمر، في شر، بص البراءه، في شر طالع من عينيك. خراب يا خراب. في شقاوه. ليه بقى دي؟ ما كنتش شاطره في المدرسه، ما تحبيش الدراسه؟ انا ما كنتش بحب الدراسه خالص، انا كنت ذكيه، كنت معتمده على ذكائي. بتقول عادي وبنتها اصلا بتتفرج عليها دلوقتي. اه طب انا اعمل ايه؟ ما انا بقول الحقيقه. اكدب؟ لا بقولها. وبعدين ايه كنت ذكيه دي؟ ما دلوقتي ايه؟ غبيه. راحت. كل ما بكبر الموضوع بيقلب تقريبا. لا انا كنت بعتمد على ان انا بفهم وبحل، ما بذاكرش، لان انا كان كل اتجاهاتي فنيه من وانا صغيره. انا كل الانشطه اللي في المدرسه كنت بشترك فيها، ما كانش في حاجه ايه ده متلاقيش. دي اختي الكبيره وده اخويا الصغير عبير واحمد. أيوة. وده القمر طبعا لابسه فستان احمر يجنن، دي من صغري وانا بلبس احمر عشان اسهد وكده، فلازم لازم تباني في النص. ها. بتحب اتفرج على التلفزيون على الفوازير وانت صغيره؟ يا نهار ابيض، بحب اتفرج على الفوازير. ده كان الفوازير دي ادمان. انا مثلا لما كان يبقى عندي مذاكره او عايزين يعاقبوني كان يدخلوني الاوضه عشان ما اتفرجش على الفوازير. اسكت انا؟ لا، اروح قافله الباب وشايله المفتاح من خرم الباب واقعد موطيه اتفرج على الفوازير كلها من خرم الباب. مثلا نص ساعه انا موطيه بتفرج على الفوازير. كانت عشقي الفوازير دي بجد. طبعا نيلي وشريهان وحاجات بقى. طبعا كنت متخيله العظيمه دي. كنت متخيله ان انا لما اكبر هعمل الفوازير، ما اعرفش ليه. طب ما انت كبرتي اهو وما عملتهاش. طب ما تيجي نشوف كده. ما بلاش. يعني يا طبعا اللي هيقف على المسرح بعد خالد سليم هيبقى وضعه مش حلو بالظبط كده. ايوه يا طبعا القمر. لانه خالد طبعا غول على المسرح طبعا زي ما بيقولوا يعني. طب احنا هنتفق اتفاق وهتقعدوني وعد. مش هنضحك، مش هنضحك. لا مش هتضحكوا انتوا، مش هتقدروا تضحكوا اصلا، انتوا اصحابي فهتساندوني. الناس اللي هتضحك الزفاره بس. تمام يعني. لا الناس عارفه ان انت انا اصحابي معايا على فكره من الطفوله ومش هيضحكوا، هيدعموني اهم. عاملين ايه؟ اهم اهو ايا ومنى وسالي وهنا وزودي اهم. منورين. باي منا. منورين. لا هتوعدوني. ايه اكتر فوازير كنت بتحبيها وانت صغيره؟ نيلي وشريهان الاثنين بصراحه. ما دي كانت لوحدها ودي لوحدها على فكره. ما هي نيلي لوحدها. يعني فوازير نيلي لوحدها وشريهان لوحدها. بس انا كنت بحب الاثنين وبحب فوازير الاثنين. طبعا. بس انتوا هتوعدوني لو عملتها مش حلو، يعني شكلها مش حلو، فانتوا هتشيلوها في المونتاج. اوعدك ان احنا والله ما هنشيلها. بقولك والله. طب انت يرضيك لو طلعت وحشه ان انا اطلع قدام الناس كده؟ يعني بصي كله جرب، عايزه اي حاجه اتفرج على كل الضيوف اللي بتجي لنا واصحابنا واخواتنا وحبايبنا بيطلعوا فوق على فكره ولا بيهمهم، احنا بنيجي نتبسط. ايوه ومفيش حد مكسوف من والتنمر حاجه. والتنمر طيب يا امير.